اقلعها اقلع. وانت واقفه ادور وشي. لا ما ينفعش اخرج بره. اقلع. ايه عايز ايه؟ تذاكر. تفضل. ايه في ايه؟ في التذاكر. عندك على الشفونيره؟ انا عندك على الشفونيره. شفونيره ايه يا وليه؟ ما تشوفها عندك في الشنطه. لما انت عارف انهم في الشنطه ما مديتش ايدك وخدتهم ليه؟ ما انا كنت اعرف انهم في الشنطه. مش لسه قايل؟ هو انت نافع في حاجه؟ ما قلت. شوف مش نافع غير في الشرب بس. لو تبطل الدهولة اللي انت فيها دي احبك واخدك معايا كل حتة. ماما عجنية ابو خليل. ها؟ اهلا اهلا. ما تقوم يا راجل تريح في عربية النوم شوية، في كابينة فاضية. لا معلش خلينا انا مع الناس بسلة معاهم لوحدي. ايه مالك كفل الشر؟ لا لا انا ماليش حاجة، انا كويس الحمد لله، ربنا يطمن عليك. شكرا. الله يخليك. ولا من تاني نظرة؟ برضو لا. ولا انا؟ عن اذنك. على فين؟ تسمح تسيب الباب؟ لا. وبعدين بقى انت ايه حكايتك؟ اقول لك يا ست حكايتي. شوفي بقى اصل لو سمحت بقى. سكر خلاص لسه. اي خدمه يا ابن ال بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي. يمك ما قلتليش حاجه. حاجه زي ايه؟ ولا حاجة. سادتي 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 اليوم بتقوم مباراة كبرى بين الناديين الكبيرين الاهلي والزمالك. الجو الكرو جميل والشمس طالعة وجمهور مالي الاستاد. الكرة في رجل مصطفى عبده طالع بالكرة طالع بالكرة. اه جول اه جول شوط بالاوي بالجول بالاوي انت زملكاوي؟ اه وانت اهلاوي؟ ايوه اتنين حلوين. ترى بتعمل ايه دلوقتي يا صبحي؟ تلاقيه بتحكي لاصحابك ان جوزها المغفل ولا عنده فكره. انا؟ لا انا راجل شريف وعندي ضمير، بس بيني وبينك ده اخر خميس للهدف ده معايا. ليه؟ احكيلي احكيلي وادينا بندردش. السكه طويله ولو سكت هنام منك. لا في عرضك احكيلك قوي. اصلهم هيعزلوا اسيوط. ومال فيها ايه دي؟ لا ساعتها العين هتبقى عليهم، جيران جداد بقى. تلاقي الهدف متجوز بقى. يا بيما نتكلم على المغطي احلى، اصل انا خجول قوي وشرفك باين عليك. تلاقي جوزها صاحبك مش كده؟ لا طبعا ده مجرد زميل في الشغل، لو مش صاحبي وقال لك تبقى عيبه، عيبه كبيره قوي. انا راجل عندي ضمير. واضح واضح. خلينا في الهدف. احكي لي ست جمالات ست جمالات ست جمالات. يا لهوي يا حرامي يا جمالات معقوله؟ يا حرامي يا نبي عليك عليك بالي تسقط في العبري وفي العربي. وانا اعمل ايه يا انا يا جولدي ظبطوا البرشام وانا ايه ذنبي؟ كان بدل عليك عليك بالي كان بدل عليك عليك بالي. انا مش عارف كنت عامل ايه من غيرك في السكه الطويله دي. بس من زمان ايه النحس ده؟ Thank you.
شرف سعادتك مستحمي. كذاب. انت يا جدع انت. ايه بيه. تعال هنا. حاضر. حاضر. ايه مش تساعدني؟ حاضر. شيل. استنى. شيل. حاضر يا فندم. وديها هناك. حاضر بيه. اهو القطر اللي هركبه من اسيوط هيمر من هنا بعد 10 دقايق. بس كده مش هتلحقه. لا بيه، اصل لسه هيلف كده وكده غير المحطات اللي هيقف عليها. انما السكه بتاعتنا طوالي. لا يا اخويا ناصح. عيب يا بيه، متعود. طب يا اخويا اتعود على الكوريك. عيني. حطه مكانه. حاضر. لا فوق يا ابراهيم عشان تعرف تنفذ اللي في دماغك. الله 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 الله. ايه ده؟ القطر مايل ولا انا اللي سكرت؟ لا انت اللي سكرت، بطل الهبات ده بقى. بذمتك انا سكرت؟ لا ده القطر هو اللي بيلف. القطر شفت ايه؟ القطر هو اللي بيلف. كلنا بنلف، انا بلف وانت بتلف. انت بتضحك يعني. كلنا بنلف حوالين نفسينا عشان كده بنطب بسرعة. كتر اللف بندوخ. صح معاك حق، عشان كده اخوك ضاربها صارمة مريح نفسي من اللف والدوخ. ما هو شوف اللي ليه هدف في الزمان ده لازم يلف ويدور، وان ما كانش اشطر من غيره في اللف والدوران هيدوخ ويقع. صح. وان ما وقعش يصير يلاقي اللي اشطر منه يقع. برضه صح. يبقى اللي ضاربها صار ما احسن، على الاقل عنده اخلاق. يعني يلف ويدور ما عندوش اخلاق؟ حضرتك رايك ايه يعني؟ طبعا ما عندوش. واللي ضاربها صار ما عنده اخلاق، لكن مش ممكن يكون عنده فلوس ولا مركز ولا اسم كبير. صح. بس مرتاح. لكن ملوش قيمه. اه عندك صاحبك ده ضربها صرمه بجد، لكن ملوش قيمه. وانت كذاب تضحك على نفسك. عن اذنك. احنا على فين؟ انت زهقت مني؟ لا ابدا لا زهقت ولا حاجه، بس حلف. سجاير؟ لا حلف وارجع لك. ما تنام شويه، نام حبه، ارحم الناس من لسانك. الناس كل ده كلام في الفلسفه، ما تفهموش الستات اللي زيك انت. تخملي. ادب. لا 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 خليك معايا انت استاذ. بس بس يا امين لازم تفكري في العقل. بالعقل. انا ليه سبت مصر واتنقلت للصعيد؟ مش عشان نوفر، مش عشان نوفر. تيجي انت تبقى عزائي القرشين اللي هنوفرهم. كل حي بياخد نصيبه. كل حي بياخد نصيبه؟ يعني ايه؟ مصممه؟ انا لا مصممه ولا حاجه اهو. كده حلو بقى. وعلى فكره عايز اقول لك حاجه، اوعي هي تتعودي على ركوب درجه اولى. المرة دي جت سليمة، الحكومة صرفتنا استمارة. المرة الجاية تطلبي مني أنا أركبك على حسابي أروح فيها. خليك قاعد مطرح. أنت هات واحد. لما أشفك. استنى لما يجي أبويا العود. ها. ممكن اقعد؟ هو باباك هو العمدة؟ لا ابويا هو العمدة. اه وانت هتبقى عمدة امتى؟ بعد عمر طويل. اسمك ايه؟ انا؟ ايوه انت؟ محروس. محروس من العين. ما تيجي. ما تاخذهاش. اهلا يا عمدة. اصل ولدي مش مدردح. بجد؟ قوم قوم هات الشنط من فوق. اسمع، نساوين البندر مالكش صالح بهم واصل.
انت كنت فين يا شيخ؟ وبعدين معاك. طب اقعد الاول. طب بس بس خلاص. انت من ساعات تحس انك عاوزه تتكلمي مع حد؟ لا بجد انا مش بعكس. انا دلوقتي في الحاله دي. اقعدي البيت بيتك. اضحكي يا شيخه ما حدش واخد منها حاجه. تقدري تضحكي وانت قاعده لوحدك؟ انا لما اكون متضايق بضحك، لما اتضايق اكتر اضحك اكتر عشان انسى. تيجي ننسى؟ لا انسي اكتر. لا 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 لسه فاكره شويه. انسي اكتر. قولي مارك امبارح بكام؟ الفرنك السويسري النهارده بكام؟ انت متعرفش تبقى جد ابدا؟ لا ليه؟ معقول في الدنيا في اتنين يضحكوا مع بعض وهم ما يعرفوش بعض؟ شوف يا ستي انا اسمي تشربي شاي اتنين شاي احنا كنا بنتكلم في ايه؟ مش فاكرة نسيت. خلاص نتكلم في حاجة تانية مع اني فاكر. خد يا اخويا الدواء بالشفا يا ابو محمود. يا سلام عليك يا بهيجة، ما بتنسيش حاجة ابدا. وانا ليا بركة الا انت يا ابو محمود. ربنا يخليك ليا وما يحرمناش من بعض ابدا. زي ما كنت متوقع بالظبط، هنبقى اسعد زوجين في الدنيا. وقررت النيابة توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى المدعو إبراهيم السيد حسن، وذلك لقتله زوجته المجني عليها جمالات إسماعيل رجب، ويصير البحث عنه وضبطه، وأقفل المحضر على ذلك. رحت ضربها صرمة. هاي صحيح؟ طبعا. وبعدين؟ بس 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 ايه؟ بس بس حقش غير الصرمة صح؟ وبكرة؟ احنا النهاردة. ايوه بس بكرة جاي ولازم تفكر فيه. مسيرك تتجوز ويبقى عندك اولاد وبيت، هتحقق كل ده ازاي اذا ما كنتش تعمل حسابك؟ اللي بيعملوا حسابهم دول انا بتفرج عليهم وبضحك. يبقى عمرك ما هتحقق حاجة. اللي بيحققوا دول ناسين انهم هيموتوا. انا اخويا حقق كل اللي كان نفسه فيه ومات. اديك فاكره. اللي ما بيحققش حاجه في حياته ما حدش بيفتكره. ولما يفتكروني وانا ميت هستفيد ايه؟ ما انا ميت. هو انا ما قلتلكيش؟ اصل انا والموت اصحاب قدام. شفت وعشته في السحر في عز الحر. شيء فظيع انك تلاقي الموت حواليك من كل ناحيه. كنا بنجري حوالي اعز اصحابي وحبايبي وفي ثانيه الاقيهم ماتوا كل واحد فيهم. كان بيفكرني ببكره. كلنا كان عندنا أمل كبير في المستقبل وفي الدنيا. كل ده راح فين؟ عشان كده أنا مفكرش في بكرة، بعيش النهاردة. بتسميه هروب؟ وإيه يعني؟ ما أنا بهرب بالضحك والهزار زي ما غيري بيهرب بالخمرة والمخدرات. أنا معك إنها تجربة قاسية، لكن لو كل الناس فكرت زيك كده كانت البلد ضاعت. ما كناش حاربنا في 73، احنا حاربنا عشان كان عندنا امل واصرار اننا نكسب وكسبنا. الهروب معناه اليأس، واليأس معناه انك ضعيف، والراجل لازم يبقى قوي ويتحمل الصدمات. ده كان لازم تستفيد من التجربة دي مش تهرب منها. كان لازم يبقى عندك هدف في حياتك، مش مهم انك تحققه لكن يبقى فيه هدف. هي دي لذة الحياة، هي دي الحياة نفسها صح؟
انت زعلت مني؟ لا ابدا مش منك. امال من ايه؟ من محطتي. خلاص وصلنا بسرعة كده. ما انت السبب، لو كنت سمعت كلامي من ساعة خبطتلك على الازاز. اصلي ما كنتش اعرف انك مهذب وظريف كده. مالك؟ عمر ما حد قالك انك مهذب؟ لا الكلمة التانية. ظريف؟ اه. لو كنت اعرف انك هتضيع منك المحطة ما كنتش قلتها. اشوف وشك بخير. مع السلامة. في قطر تاني. نسيت اقولك حاجة. خدي بالك من نفسك. وانت كمان. سلامة يا إبراهيم. الله يسلمك. أمال فين صبحي؟ معرفش الواد ده راح فين النهارده، لغاية دلوقتي مش باين. وعلى العموم إن ما جاش هبعت لك المنيا وبدالي. الكلب حفلت. لا لازم يجي. في سواق اسمه ابراهيم السيد حسن، الاقيه فين؟ ليه خير؟ مطلوب القبض عليه في تهمة قتل. ابراهيم؟ الاقيه فين؟ هو دلوقتي في اسيوط. ابراهيم! ابو خليل! بس ابراهيم! يا راجل! نبحت حس عليك! اخيرا اخيرا يا صبحي. لا امسك نفسك. اصبر شوية يا ابراهيم لما تبقوا لوحدكم. متضيعش الفرصة. كلب ازيك يا ابراهيم؟ الحمد لله بالسلامة. اهلا يا صبحي، وحشني قوي. ما تشوفش وحش يا عمنا يا حبيب الكل انت. طب يلا بينا نجهز الشغل. من عناية انا اشوفك نفسي تتفتح للشغل. طب يلا يا اخوي. يلا ما ازعش ابراهيم، بقى ليك برضه. خش يا اخوي. لما انت وحشني قوي يا اسبراهيم، 48 ساعة ما اشوفكش، ده كتير عليا. انت كمان وحشني قوي. ربنا يدين معروف، ده احنا اكتر من اخوات يا اسبراهيم. خش جوه شوف ازاي تعمل شيشني. عينيا. حاضر. كله اهلا كله، لما تشوفوا قولوا هو فاكرنا ايه مش مالين عيني. راح اقول له جرايه. كنت مبسوط قوي ليله امبارح. قوي قوي يا ابراهيم، كانت ليله من الف ليله. احكي لي عملت ايه. لا يا عم انت راجل متجوز. بس انت مش غريب برضه. اقول لك ايه، جو بتاع بني سويف ما انا قلت لك عليه، جات لي امبارح صور يا ابراهيم، وكانت ليلة عجب. ما عندكش فكرة، ليلة كلها متعة. البنت أصلها أميرة وطيبة ويعني ما عندكش فكرة. فكرني مش عارف. كلها دقايق وتعرف إني مش مغفل. الأوتوماتيك التاني لسه ما فتحش يا صبرين. شايف دلوقتي حيف. الله، انت ما نزلتش؟ لا نزلت وطلعت. ايه نسيت حاجه؟ لا. امال المناقشه اللي بينا عجبتني قوي، قلت اكملها وبالمره اوصلك.
واذا كنت راجعه نرجع سوا، اذا ما كانش عندك مانع. عندك مانع؟ لا. انت عندك اقناع كبير. لا بجد عندك حجه ومنطق بشكل غير معقول. بتؤمني بالحب من تاني نظره؟ انا مش قلت لك لا ولا من تالت نظرة؟ مش عارف. الحمد لله انك مش عارفة. ده مش معقول. تذاكر. لا ما انا قطعت واحدة تانية. بس دي درجة تانية يا استاذ. ما انا عارف، بس انا جاي اسلم على قريبتي وهمشي على طول. ممنوع. اتفضل. حاضر. وراك. اظن مش ممنوع تيجي معايا درجة تانية. هعرفك على ناس ظراف قوي. يلا. شنطتك لحد يسرقها. القطر ساب اسيوط. المحطه اللي بعدها يا سهاد. من فضلك اديني سهاد. وحدوه من اسطوانه. بسم الله عليك. ما تفتحش حاجه، ما تسيبش واخد بالي. بس شغلنا قوي النهارده يا صبرين. مش زي عوايدك. طبعا مش زي عوايدي. النهارده ما بتتكلمش خالص. دلوقتي افضلك. شوف ادي الانسان اللي خليتني افكر اني ما هربش واحاول اغير اسلوب حياتي. على فكره وراك كل عظيم امراه. صح يا سعاد؟ وادي اللي ورايا نايم على طول كده وانا بهرب على طول. لو كان صحالي شوية ما كنت شربت. خليك صحالي على طول. لو تغفلي عن الوحد هنبقى عظيم. الانسان هو عظيم. ربنا يخليكم لبعض ويبعد عنكم اولاد الحرام. ملك ابراهيم زعلان مني في حالك؟ ها؟ انا ابدا. زعلان منك في ايه؟ اصلي كنت بسأل وانا جاي في الجرنان. لا تعبان قوي النهارده. تعال خد مكاني. سلامتك يا ريس. تاخد التريدون الاحمر؟ لا. طب فلسطين قربت لمؤاخذه يعني. ماشي. ما قلتليش يا ريس ايه اللي قريته في الجرنان وشغلك قوي كده؟ قول يا صبحي. ايوه. انت بتشتغل معايا بقالك كام سنه؟ ايوه. في علاقات جديده ولا ايه؟ ما انت عارف يا ريس انا بقالي معاك 14 سنه. 14 ونص. ممكن انا اخونك في شرفك؟ انت معقوله دي؟ هو في اخلاق في الدنيا زي اخلاقك؟ ده انت اخ حبيب. طب انت ممكن تخوني في شرف يا صبحي؟ انا اعوذ بالله. ليه جننت يا صبحين؟ بص يا طب ده حتى لو جننت ده الكلب بيراعى العيش والملح يا صبحين. اللي ما بيراعيش يا صبحي. لا 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 الكلام اللي ملوش طعم ده بقى. انت مالك النهارده بالظبط؟ افرض مثلا انك خنتني في شرفي. لا ما افرضش. ده انا كنت استاهل القتل. قتل؟ حتى القتل مش كفايه. انا استاهل الحرق. حرق بس. لا. كفايه القتل يا صبحي. ليه كده يا صبحي؟ بلاش هزار. سلاح يطول. السكينه دي غرقانه بدم جمالات. ايه؟ قتل. ايوه. خنتني وكنت فاكر ان انا مغفل. انا مغفل؟ لا لا. وانت خاين. تستاهل القتل. ايوه بس مفيش بس ولا حاجه. Thank you.
الشباك وعلى غسيل الجيران ويلا ويبعتوا لي الغسيل يا اخويا لو طول النهار قاعد اغسل. يا عم شوايين بالجولات بيتخانقوا مع بعض. يا جماعه بيتهيألوا بيتهيألوا لما بيتغل بيتهيألوا. خش يا راجل يا سكران انت لما تحب تقول حاجه ابقى قولها في ودني بلاش جرفه بلاش هتيكه. خليه عندك كبير. ما فين دور؟ دخلوا. دخلوا؟ اه. ادخل انت كمان. معقول الكلام ده؟ فدي قلتها، معقول الكلام ده؟ مش معقول طبعا. ما اعمل ايه؟ استنى عزرائيل؟ ضواعه خلاص. يا راجل يا مجنون اسكت يا لهوي. يا جماعه يا جماعه ما حدش يصدق الراجل ده، ده الراجل ده اصله اتجنن بصحيح. وقعوا الاثنين. الاثنين وقعوا. عارف لو ما عدتش انا هدشدش لك الترمز ده. مش دي شيء. اعمل بيه ايه؟ انا عايز افوق. انا عايز طيب بس اقعد بس اقعد. انت مش مزاجي تاخدني على قدي. كمشاري يا كمشاري كمشاري الشواه والعطار جوا هم الاتنين من الارض. انا شفتهم بعيني دول. وقعهم من الارض؟ ايوه. يا خبر ابيض. انت عجوز تتصرف. ما تزعلش في اتنين اضافي. عارفه الاضافي ده في الشاف اللي بيشوفوه من الحكومه من غير ما تعرف. صبري تعرف ان انا مش سكران. صبري اهو شايف اهو بص. هو ده اللي نرجع عليه. مين مصدقني ليه؟ ليش كلكم حتموتوا؟ ما جتش بسرعة ليه؟ كنت شفتهم بعينيك دول. على العموم لو كان ده حصل والله حصل. لو كان حصل يبقى القطر مش واقف في المحطة الجاية. أيوة صح صح. مش هيقف. لو ما وقفش الناس دي كلها هتصدقك. أيوة أمين. فاقعد اقعد. من ايه الفايدة؟ القطر مش هيقف. يقف ولا ما يقفش؟ اللي هيجرى علينا هيجرى عليك. شوف الحكايه دي لتكون صحيح. انت هتصدقي يا هانم؟ ده هو اللي انتقل العياف حبتين. على الله يا رب. بيقول القطر اللي ما وقفش في السواجب كلام الراجل ده صح. ربنا يستر دي تبقى مصيبه. يا راجل مش معقول ده راجل سكران. راح فين؟ اهدى بقى اهدى. لا اجي الدرس. اه عندك اهو هناك في الارض. الله يخرب. لا ايه كلنا رايحين.